السلام عليكم، دي مقدمة سريعة للكتاب بحيث إن احنا نتعرف على الواجهة بتاعتنا. كبداية دوا أنا شغال على كتاب 2016، نبدأ نعمل نيو بروجكت، نسميه أي حاجة. اليونت سيستم بتاعتنا 50 هرتز. طب دي كده الواجهة بتاعتنا. حاليا مش هنستخدم ده دلوقتي، السيستم مانجر، فهقفله. التور بار ده هنستخدم منه الإيديت مود لما نحب نعدل أو نضيف حاجة. لما نحب نعمل دراسة على الحاجة دي احنا هنستخدم الشورت سيركت، وده الأنبالانسد هو، وفي الكوردينيشن ده. التول بار اللي على اليمين ده بتاع الـ AC component، ده بتاع الـ DC component، وده بتاع الميجرمنت. ك AC components احنا عندنا الباس بارز، وده الباس داكت. الترانسفورمر عندنا التلاتة دول، دوا التوايندنج وده الثري وايندنج. عندنا دوا الجريد وفي المواتير، ده وده اندكشن وسينكرونس. اللود في اللامبد لود وفي الستاتيك لود. عندنا السيركت بريكرز، ده كونتاكتور هاي فولتج وده لو فولتج سيركت بريكر، وفي فيوز. الريكلوزر اهو، والحاجات دي يعني حاليا مش هنستخدمها في الفيديو ده. نبدأ نعمل دايجرام سريع. ادي جريد، بس طبعا احنا لو حبينا نحط مكان الكابل ده باس داكت زي اول محاضرة، فاحنا هنحتاج نحط بينهم، بين هنا مثلا او هنا، في سيركت بريكر، ونحط ستاتيك لود. احنا كده وصلنا الديجرام. قبل ما نحط التفاصيل بتاعته نتأكد ان الستاندرد بتاعتنا IEC، ونتأكد ان احنا عاملين اوتو سيف عشان لو حصل حاجة وقفل. طيب نبدأ نحط التفاصيل واحدة بواحدة. الباور جريد الكونفيجريشن بتاعتها هنسيبها على سوينج حاليا، طبعا هي ان سيرفيس واس بيلت. الريتنج 11 كيلو فولت، بالانسد. الشورت سيركت 500 ميجا فولت امبير، والاكس ال ار 6.5. الباقي ما يهمنيش. نيجي عند الترانسفورمر، هو بيبقى حاطط في الريتد البرايمري خلاص زي الجريد. السكندري هخليه 400 فولت. الباور ريتنج نخليها 800 كيلو فولت امبير. الامبيدنس بتاعتها ناخدها التيبيكال زد واكس على ار، نكون طواله. التايبنج طبعا مش هنحتاجه دلوقتي، وبقية الحاجات مش محتاجين نعرفها دلوقتي. الكابل مثلا احنا عايزين كابل نحاس 120 ملم مربع، ناخد 1 كيلو فولت 3 كور، ادي 120 ملم مربع. لنقل ان هو هيمشي 800 متر، ونقول مثلا كل فيزا ليها 3 كوندكتورز. بقية الحاجات هتبقى متحددة لوحدها من الكود او من اللايبراري يعني. اللود دوا مثلا نخليه 20 كيلو فولت امبير. عايزين نعمل الشورت سيركت اناليسيز، البالانسد بتاعتنا هنختار دي. دلوقتي احنا عايزين نعمل فولت على الباسس دي، فاحنا هنعمل edit study case، نختار all باسس نعمل عليها فولت عشان نشوف مشكلة. طبعا لو حابين نغير في الستاندرد في الكالكوليشن ميثود من هنا، الستاندرد من هنا هنسيبه على IEC. three phase to ground
مثلا نخليه ريبورت لوكيتش، هو مش بتاع المحاضرة ده كده. ال تيارات الشورت سيركت اناليسيس دي الار ام اس، لو انا عايز اغيرها في هنا على جنب الديسبلاي يونت، ادي ده البيك، دي كده البيك كارنت، ودي الار ام اس. هنا لو عايز حاجة اخفيها او اظهرها، هنا لو لاين بس او وان فيز يعني، هنا لاين تو لاين، لاين تو جراوند، وهكذا. دلوقتي احنا عايزين نطلع الكلام ده على ريبورت، فاحنا هنختار ريبورت مانجر الريزلت شورت سيركت ريبورت، ونختاره بي دي اف، ونضغط اوكي. كده ده الريبورت اللي عندي لكل بس بار في الشورت سيركت اناليسيس عنده. ده وعند الباص الاولاني، دي طريقة الحساب، وده البيك، وده الفولت اللي شغال عليه، ده الدي سي فولت، وده الاي ار ام اس، ده الباص التاني، وده الباص التالت. كده عملنا اناليسيس من اول ما حطينا الدايجرام لغاية لما طبعنا الريبورت.